مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة الحلقة مهمة جدا جدا جدا، وكالعادة هيكون عندنا أخبار مهمة سواء عن النادي الأهلي أو عن منتخب مصر واستعداداته لمباراة الغد إن شاء الله بإذن الله أمام الكونغو. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيكون معنا ضيف مختلف وهام للغاية، وهو الأستاذ عبد العزيز بولبودالي الصحفي والإعلامي المغربي، عشان نتكلم معاه بتفاصيل كتيرة جدا عن البطولة بشكل عام، وبتحديد عن منتخب مصر وكمان عن المنتخب المغربي اللي لعب مباراة في البطولة حتى الآن. في سؤال كمان للحلقة النهاردة مستنيين تفاعل حضراتكم معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على فيسبوك، تويتر، إنستجرام، من خلال السوشيال ميديا. سؤال الحلقة إيه هو؟ أداء المنتخبات العربية في أمم أفريقيا حتى الآن رأيك في إيه؟ هنقرأ تفاعلاتكم معنا من خلال الصفحات المختلفة لقناة الأهلي على السوشيال ميديا. خلينا سريعا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. المنتخب يختتم تدريباته الليلة استعدادا لمواجهة الكونغو. أجيري لا توجد مشاكل في المنتخب. أحمد المحمدي أزمة السوشيال ميديا لم تستغرق سوى دقيقتين. فيكتور جوميز حكم لمباراة مصر والكونغو. رسالة من الأزهر الشريف إلى لاعبي منتخب مصر. طارق سليمان إحصائيات الشناوي تؤهله لتقديم مستوى مميز في الأمم الأفريقية. غضب تونسي بعد التعادل مع أنغولا. أخبار كتير جدا جدا مهمة، ركز معايا بقى في اللي جاي ده بالذات، الخبر اللي جاي ده مهم قوي، ركز معايا فيه. رمضان صبحي كلام كتير قوي خلال الساعات اللي فاتت على رمضان صبحي، وحقيقة الكلام ده ايه، وان رمضان خلاص جمع حاجته اللي موجودة في أوضة خلع ملابس بالنادي الأهلي وكل متعلقاته جمعها ومشي من النادي، ومفاوضات فشلت مع هدرسفيلد الإنجليزي، والكلام اللي حضراتكم كلكم بتسمعوه وبتتابعوه سواء على المواقع أو على الصفحات الخاصة بالسوشيال ميديا. حقيقة الكلام إيه؟ الحقيقة إن المفاوضات ما زالت مستمرة ما بين النادي الأهلي ورمضان صبحي وهدرسفيلد. مش رمضان، المفاوضات ما بين الأهلي وهدرسفيلد ما زالت مستمرة، وإن قد إن شاء الله بإذن الله قريبا جدا تشهد هذه المفاوضات انفراجة كبيرة جدا، وممكن من خلالها يتم إعلان انضمام رمضان صبحي للنادي الأهلي بشكل رسمي. الكلام اللي انا بقوله لكم ده بقوله لكم كده وخلاص، لا، الكلام ده على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، ولولا ان هو الراجل عنده تدريب دلوقتي مع الفريق او متواجد في التدريبات الخاصه بالنادي الاهلي كان دخل معنا مداخله ووضح هذا الكلام بالتفاصيل. كل الامور الخاصه بالكلام ده ان رمضان خلاص ماشي، والامور دي خلاص غير حقيقيه اطلاقا، وان رمضان متواجد بكره في مران النادي الاهلي بشكل طبيعي، وليه برنامج محدد تاهيلي هينفذه رمضان صبحي بدايه من تدريبات الغد. عشان ابقى منطقي معاكم، الاعاره بتاعت رمضان صبحي هتخلص امتى؟ هتخلص يوم 30 من الشهر الحالي، يعني كمان كام يوم الاعاره بشكل رسمي تخلص، فالراجل هيتمرن عادي مع النادي الاهلي لحد يوم 30، مفيش اي مشكله. لكن المفاوضات لسه مستمره ما بين النادي الاهلي وما بين هدرسفيلد الانجليزي بشان رمضان صبحي، وهل ان اللاعب هيجي اعاره او هيجي على سبيل البيع النهائي، ده اللي لسه هنشوفه، وهنشوف المفاوضات هتستقر على ايه في النهايه. لكن كل الكلام اللي حضراتكم سمعتوه النهارده وقريتوه النهارده ده كلام غير حقيقي اطلاقا، واحنا هنا مش هنقول لكم حاجه غير لما نكون متاكدين منها، لان احنا باب من الابواب الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي وهي قناه النادي، فاحنا بناكد لحضراتكم مره ثانيه وثالثه، رمضان صبحي الامور لسه فيه مفاوضات ولسه في كلام ما بين الاهلي وهدرسفيلد وقريب جدا، وده على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ برضو، وارد قوي ان انتوا تسمعوا اخبار جيده جدا بخصوص هذا الملف بالتحديد، بخصوص مين؟ بخصوص رمضان صبحي. تمام كده، ركزت معايا؟ بس كده، هي دي قصه رمضان صبحي. فحبيت بس ابتدي الحلقه بهذه الجزئيه لان الكلام في الحقيقه خلال الساعات الماضيه كان كتير، واحنا زي ما عودناكم دايما بنحاول نجيب لكم الخبر بشكل مؤكد وبنكون متأكدين منه جدا.
طيب اخبار الاهلي ايه النهارده؟ كمان احنا عارفين النادي الاهلي بيوصل تدريباته واستعداداته للموسم الجديد. عندك بطولات وتحديات كبيره زي ما حضراتكم طبعا عارفين. النادي الاهلي فتره تحضيريه ابتدت يوم السبت اللي فات وهتستمر حتى موعد المعسكر في اسبانيا ان شاء الله، واللي تم الاستقرار عليه بشكل نهائي، وهيكون المعسكر ده في بدايه الشهر باذن الله الجديد، وهيكون معسكر هام قوي 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 للاعبين والجهاز الفني بالكامل. بالتالي عايز استعرض بحضراتكم تصريحات للكابتن سامي قمصان المدرب المساعد بجهاز الفني للنادي الاهلي، واللي قال ايه؟ قال ان الفتره الحاليه فتره مهمه جدا بالنسبه لنا، واحنا مركزين كل التركيز على كيفيه اعداد لاعبي النادي الاهلي للموسم الجديد بشكل فني وبدني وخططي مميز. تطرق كمان الكابتن سامي قمصان لمستر مارتين لاسارتي وقال ان الفتره اللي جايه، وده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه معاكم امبارح واكدنا عليه، ان الفتره اللي جايه هتكون مهمه قوي للراجل. ليه؟ لان الراجل لما جه في نص الموسم كان عنده ماتشات ورا بعض وضغط مباريات وبطولات مختلفه بتشارك فيها، فبالتالي ما قدرش ان هو ينفذ خططه اللي بيطمح في تنفيذها مع النادي الاهلي وبيطمح في تطبيقها مع فريق النادي الاهلي بسبب ضيق الوقت وبسبب ان ما كانش فيه اي فرصه، ما كانش فيه اي نفس خالص من الاخر كده انك تمرن اللاعبين على الجانب الخططي وان انت تقول لهم فكرك عايز تنفذه ازاي. لا، انت بتخلص مباراه، الراجل جه ابتدى اول مباراه في يوم 4-1 او 3-1 على ما اتذكر، كانت امام بيراميدز، مباراه قويه جدا، خلصها دخل في مباراه بعديها كانت اقوى، وخلصها دخل في مباريات اخرى بطولات مختلفه، فكان الضغط كتير قوي 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 على مستر مارتين لاسارتي وعلى اللاعبين بشكل طبيعي. تفهم الراجل امتى كلاعب؟ لما تقعد معاه فترة إعداد مناسبة وفترة كويسة كده من خلال التدريبات، سواء من الناحية البدنية، ده شق خاص بالمعد البدني وكل هذه الأمور يعني بقية الجهاز المعاون، لكن الفكر نفسه، الخطط نفسها، الطريقة الخططية نفسها دي خاصة مستر مارتين لاسارتي، ودي بإذن الله هينجح من خلالها مستر لاسارتي في إيصالها للاعبي النادي الاهلي من خلال معسكر اسباني ومن خلال طبعا التدريبات التحضيريه. انت دلوقتي في تدريبات تحضيريه تستعد من خلالها للمعسكر، والمعسكر ان شاء الله يعدك للموسم الجديد. هتخلص المعسكر ترجع تشوف امورك هتبقى ماشيه ازاي ساعتها، ولسه مش عارفين الامور هتبقى ماشيه ازاي، لكن دي جزئيه مهمه قوي قوي اكدنا على حضراتكم امبارح من خلال هذه الجزئيه، وكمان بناكد من خلال كلام الكابتن سامي قمصان المدرب العام او المدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الاهلي. وقال كمان كابتن سامي قمصان تطرق لبطوله الامم الافريقيه وقال ان هي بطوله قويه جدا وفيها منتخبات عديده مرشحه لللقب ومستويات كانت رائعه على مدار الجوله الاولى. في المقابل الكابتن طارق سليمان اللي قدامنا دلوقتي على الشاشه، المدرب حراس مرمى النادي الاهلي، واللي بيقول ان هو متواصل مع محمد الشناوي، وقال كمان ان الاحصائيات بتؤهل محمد الشناوي لتقديم مستوى مميز في الامم الافريقيه. كابتن طارق سليمان طبعا اكيد هو الراجل بطبيعته كده دايما حراس اللي بيهم علاقات جيده وقويه بخلاف كمان حراس مرمى النادي الاهلي بيتواصل معاهم، ما بالك بقى حراس مرمى النادي الاهلي، ما بالك ان يكون عندك الحارس الاساسي ليك موجود في منتخب مصر كحارس ايضا اساسي في صفوف المنتخب في بطوله مهمه جدا جدا زي بطوله الامم الافريقيه. بالتالي بيقول ان هو اتكلم مع الشناوي واشاد بمستواه في المباراه الاولى امام زيمبابوي، وكمان بيقول ان الشناوي لعيب عنده او حارس عنده شخصيه قويه جدا وواثق فيه كل الثقه ان هو يساعد المنتخب في الفوز ببطوله الامم الافريقيه، وقال كمان ان الشناوي المرحله اللي جايه هيكون افضل كمان من كده بكتير في ظل طبعا المسانده الجماهيريه وفي ظل دعم اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر. وهو الراجل يعني من الاخر كده اشاد بالشناوي اشاده كبيره جدا، وفي الحقيقه الشناوي عمل مباراه كبيره امام زيمبابوي، وهو لاعب عنده في الحقيقه كمان قدرات قويه جدا جدا وعنده شخصيه رائعه في الملعب. عشان ابقى صريح معاكم، اللي ناقص الشناوي حاجه واحده بس، الفوت وورك، ما بيعرفش يلعب برجله شويه. عادي معظم الحراس كده على فكره، معظم الحراس عندهم الحته دي، ما يعرفوش مثلا الكره تيجي في رجله، ما يعني حاجات جزئيات بسيطه، مفيش حد كامل يا جماعه، مفيش حد كامل، طبيعي انه ممكن يكون عنده اخطاء بالتحديد في الفوت وورك بالنسبه لمحمد الشناوي، لكن مقاوماته كحارس مرمى ممتازه ممتازه، سواء من ناحيه الطول من ناحيه الامكانيات الخاصه باي حارس مرمى يعني. فاكيد نتمنى للشناوي كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه. لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي وبالتحديد ثلاثي النادي الاهلي، مؤمن زكريا، صلاح محسن، وناصر ماهر، بيعملوا بعض القياسات البدنيه النهارده. ليه؟ لان هم خلال الايام اللي فاتت ما كانوش متواجدين في تدريبات النادي الاهلي، وبالتحديد امبارح كان يوم خاص بالقياسات البدنيه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. مؤمن زكريا بالتحديد عنده اصابه في الركبه، التواء بسيط والامور بتتحسن بالنسبه له. ناصر
ماهر وصلاح محسن ما كانوش متواجدين امبارح بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره لبعض الظروف الخاصه بهم. بالتالي النهارده لما وصلوا النادي الاهلي عملوا هذه القياسات البدنيه بشكل مميز جدا، وهنشوف الامور هتستقر معاهم على ايه خلال الفتره الجايه، وكلهم عناصر مميزه جدا في صفوف النادي الاهلي. طيب عشان نعرف اخبار وتفاصيل اكتر بخصوص فريق النادي الاهلي النهارده وبالتحديد التدريبات اللي بتجرى في هذه اللحظات وانا بكلمكم، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. طمنا يا كريم على استعدادات النادي الاهلي ومران النهارده، الامور ماشيه ازاي؟ بالفعل يا امير، بيستأنف النادي الاهلي تدريباته المستمره والفتره اللي يمكن نقول البدنيه الاولى او فتره الاعداد الاولى اللي على ملعب مختار ستيتش، مستمره بتدريبات بدنيه من مستر مارتن لاسارتي. يمكن درجه حراره الشمس قويه شويه النهارده، التدريب كان في تمام الساعه الخامسه اتاخر يمكن 25 دقيقه او 20 دقيقه لان الشمس كانت قويه شويه، لكن بدا التدريب كالعاده ببعض الاطالات وبعض الجري، فقرات تدريبيه وبرنامج موضوع من الجهاز الفني. لكن من الحاجات الاكيد اللي احنا لفتت نظرنا النهارده وبنطمن عليها جمهور النادي الاهلي هو ظهور جونيور اجاييه ووليد ازارو من جديد، بيعود بعد فتره انتهاء الراحه اللي كانت طبعا حصلوا عليها مع باستاف فريق النادي الاهلي. تواجدوا النهارده، ادوا بعض التدريبات البدنيه، نزلوا الجيم، ودلوقتي في اللحظات اللي انا بكلمك فيها في تدريبات الكره بيشارك فيها بكل جديه وليد ازارو وجونيور اجاييه. التدريبات كلها امير تدريبات قويه، استعدادات قويه جدا، في نقص عدد شويه بيبان لكن بتبقى في جزء في الجيم وجزء في الملعب. يعني لو بنشوف التدريبات ممكن الناس تقول في نقص عدد شويه من الفرقه، لكن اللي في توزيع بيبقى قياسات جرعات تدريبيه في الجيم بشكل عام، الامور كلها ماشيه بشكل مطمئن. اللعيبه الحمد لله بدنيا تعيد قواها من جديد بعد فتره الراحه، لكن ايضا كمان نقطه هنطمن عليها، يعني في خلال لحظات علي لطفي شفنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود متوجه عليه، من الواضح ان في التدريبات مع كابتن طارق سليمان كان فيه يعني تراي بيعملوا على كوره كده ايديه على ما اعتقد يعني فيها حاجه او صباعه فيها حاجه، هنصمم اكيد خلال طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لكن بسيط يعني انا شايف علي لطفي متواجد واقف، لكن هنصمم بشكل عام عشان يبقى التشخيص يعني عارفينه بكل دقه، التشخيص الطبي بجانب كل الامور دي، كل الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا بالنسبه للفريق للنادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي مستمر امير زي ما قلنا، بكره تدريب الساعه 5، يوم الخميس هيكون فترتين، يوم الجمعه راحه، يعني برنامج موضوع حتى يوم السفر لسه 4 أو 5 من الشهر القادم، لسه ما تحددش ميعاد السفر بالتاكيد. طيب بالنسبه لمؤمن زكريا كريم، هل بيشارك في المران ولا لسه اصابه الركبه بالنسبه له يعني ما تعافاش منها بشكل كبير؟ على ذكر مؤمن زكريا، ودي النقطه اللي انا كنت هكلمك فيها برضو امير، مؤمن زكريا وصلاح محسن وناصر ماهر تغيبوا امس عن المران باذن من الجهاز الفني، حتى هذه اللحظه يمكن مش شايفين الثلاثي، باكد لك ان بتفيد بعض التدريبات في الجيم، عشان كده بعض الاخبار بتنزل ان ما يبقاش فيه اللعيبه متواجده او غابت عن المران، فايضا كمان منتظرين التاكيد، لكن هم عندهم قياسات بدنيه النهارده بالتاكيد يعني من الواضح ان هو في عشان غياب الامس القياسات البدنيه وتدريبات الجيم اللي كان مستمر عليها الجهاز الفني خلال الايام الماضيه، ظهورهم في ارضيه الملعب حتى هذه اللحظه لا لسه ما ظهروش، لكن من الواضح ان هم متواجدين في القياسات وفي الجيم مع الكسندرو مخطط الاحمال الثلاثي صلاح محسن ومؤمن زكريا، وان هم دول اللي بالتاكيد اللي وناصر ماهر اكيد معاهم كمان. يعني ابرز اللاعبين من قطاع ناشئ النادي الاهلي اللي بيشاركوا في المران النهارده وعددهم حوالي كام يا كريم؟ يمكن احنا شايفين طبعا بيبقوا 5 أو 6 لعيبه، يعني من اول يوم النادي الاهلي عاد فيه التدريبات بنشوف عماره ميشو، بنشوف هشام تعبان متواجد، مهاجم مميز ده في الحقيقه هشام جدا جدا يمكن اللعيبه المميزه جدا اللي مستوى كبير بيشارك في التدريبات مع النادي الاهلي، صلاح متواجد، احمد طارق سليمان كالعاده، مصطفى شوبير مع كابتن طارق سليمان، في عدد ووفره من قطاع الناشئين زي ما قلنا قبل كده امير، يمكن النقص العددي في التدريبات بيبقى محتاج مستر مارتن لاسارتي الجهاز الفني في وفره في التاكيد، ضم هؤلاء اللاعبين هيفيدوا الخبره بشكل كبير جدا، وايضا كمان هيفيد النادي الاهلي خلال المرحله القادمه الفنيه والبدنيه وفتره الاعداد ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، كان معنا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي واللي طمنا بشكل كبير جدا على استعدادات الفريق للمرحله الهامه المقبله. هتقولي المرحله الهامه امتى؟ ما احنا لسه بدري وفي بطوله الامم الافريقيه. لا انت طبعا الفتره اللي انت بتتمرن فيها دي فتره مهمه، لان دي الاساس جدا انك تتمرن في فتره الاعداد بشكل كويس جدا وبشكل مناسب قوي عشان تبقى عندك لياقه كويسه، تبقى واقف على رجلك في الموسم الجديد وتتفادى الاصابات كمان في الموسم الجديد. هتقولي يعني معنى كده ان الموسم اللي فات ده كثره الاصابات كانت بسبب فتره الاعداد ما كانتش مناسبه؟ هقول لك بصراحه منتهى الصراحه، ما كانتش هي الفتره المناسبه جدا جدا كفتره اعداد النادي الاهلي بتاعت السنه اللي فاتت، وكان في ظروف كتير جدا اللي ادت لكده، لكن في كل الاحوال الفتره اللي جايه بقى نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله
يكون او تكون دي بدايه لموسم قوي باذن الله للنادي الاهلي. طيب منتخب مصر واستعداداته لمباراه الغد، طبعا مباراه مهمه جدا امام الكونغو. خليني سريعا بس اقول لكم مباريات النهارده. النهارده في ماتشين بس، ماتش الساعه 7 ما بين الكاميرون وغينيا بيساو، ده في استاد الاسماعيليه، وماتش الساعه 10 ما بين غانا وبنين ايضا في استاد الاسماعيليه، ودول من المجموعه السادسه. فبالتالي دي اخر جوله او اخر مباريات في اول جوله في دور المجموعات ودور ال 24 بالتحديد من بطوله الامم الافريقيه. بعد كده ان شاء الله مصر بقى ليه مباراه الغد، مباراه هتكون قويه جدا جدا. امبارح كان في ماتشات ايضا قويه، تونس لعبت انجولا وانتهى بالتعادل الايجابي 1-1، كوت ديفوار كسبت جنوب افريقيا 1-0، وايضا مباراه الامس امبارح مساء ما بين موريتانيا ومالي خلصت 4-1، ودي اكبر نتيجه حتى الان. المنتخب النهارده بيستعد وهيكون عنده مران اخير في استاد الكليه الحربيه. للاسف ما قدرش المنتخب ان هو يتمرن في استاد القاهره عشان اللاعبين ياخدوا على ارضيه الملعب، وخصوصا ارضيه الملعب زي ما عدنا وقلنا كتير جدا ارضيه تعتبر جديده بالنسبه للاعبين المصريين، لكن هم ما خدوش لسه على ارضيه الملعب. فكان في طلب، لكن طلب تم رفضه من قبل اللجنه المنظمه. ايا كان اللي عايز يكسب اي مباراه ما يبقاش عنده اي حجج ولا عنده اي اعذار. يعني انت عندك مباراه قويه جدا امام الكونغو، ان شاء الله تكون مباراه التاهل لدور ال 16 من بطوله الامم الافريقيه، وكلنا ثقه كبيره جدا جدا في منتخبنا الوطني المصري. عشان ما نطولش في المقدمه، خلينا نروح نشوف اهم اخبار الكان في الصحف ايه. يلا بينا. الاخبار: الجمهور غاضب من اجيري يناشد المنتخب، شدوا حيلكم يا فراعنه. الاخبار: الشعب يريد منتخب حديد، اتفرعن يا فرعون. غضب من تبريرات أجري ومطالب باللعب الجريء واختفاء الألغاز. الوطن: المنتخب في العلالي فنيا ومعنويا قبل موقعة الكونغو. الأخبار المسائي: الفراعنة جاهز، المنتخب يختتم استعداداته قبل مواجهة الفهود. التحرير: التأهل المبكر والابتعاد عن الحسابات شعار الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في الكان. الجمهورية: خطة مكسيكية لهز الشباك الكونغولية. الشروق: اليوم أجيري يضع اللمسات الأخيرة على خطة الفراعنة لمواجهة الكونغو. المكسيكي يطالب اللاعبين بالإعلان الحقيقي عن قوة المنتخب في مواجهة الغد وتغيير صورة مباراة الافتتاح. المصري اليوم: أجيري يستقر على الخطة والتشكيل لترويض الفهود. روزا اليوسف: تريزيجيه والسعيد حلول بديلة لرفع الرقابة عن صلاح، مفاضلة ما بين دونجا والنني ومروان أو علي أمام الكونغو. الدستور: المهمة 2، اتجاه للدفع بصلاح مهاجما صريحا أمام الكونغو. المسا: صلاح يرفض اللعب رأس حربة وأجيري يتراجع، نجم الفراعنة فضل مركزه الأصلي لصالح المنتخب. اليوم السابع: أوروبا تراقب نجوم الفراعنة في كان 2019، أنظار الريال وبرشلونة تتجه لصلاح، الدوري الفرنسي ينتظر تريزيجيه بعد التألق في تركيا، وكبار إنجلترا يتابعون حجازي. الأخبار المسائي: رسالة من الأزهر للاعبي المنتخب. نبتدي بجريدة الأخبار، واللي بتقول إيه؟ بتقول إن الجمهور الغاضب من أجيري بيناشد المنتخب إن هم يشدوا بقى حيلهم إن شاء الله في المباراة اللي جاية أمام الكونغو. بس عايزين بس يا جماعة نتكلم بمنطقية شوية. هو الجمهور غاضب من ايه؟ الجمهور غاضب من الاداء شويه بالتحديد في الشوط الثاني في مباراه زيمبابوي. برضو غير وارد انك تلعب اداء جيد على مدار ال 90 دقيقه. الاهم بالنسبه للجمهور هو الفوز في اي مباراه، حصد الثلاث نقاط في المرحله دي بالتحديد. فمفيش اي غضب ولا حاجه من الراجل، بالعكس في مسانده كبيره من الجمهور المصري لمستر اجيري والجهاز المعاون، وفي مسانده جدا كبيره من الجمهور المصري للاعبي المنتخب الوطني، حتى لو في اي سلبيات صغيره بنتغاضى عنها ونركز في اللي جاي على طول.
عندنا مهمة وطنية كلنا كمصريين، سواء في المؤازرة كمشجعين أو في المباريات كلاعبين، وده اللي مركز عليه جدا لاعبي المنتخب الوطني، أو كمان كإداري أو كمدير فني زي مستر أجيري، عنده مسؤولية كبيرة ومركز جدا، والراجل عايز ينجح، مفيش حد عايز يفشل، الراجل عايز ينجح، فبالتالي بيلعب طبقا للإمكانيات اللي هو اختارها، يعني هو اللي اختارها. حتى لو كان عندنا إمكانيات أكتر من كده كانت ممكن تبقى إضافة للمنتخب، فعلا، بس ده مش وقت خالص الكلام فيه. المهم إن أنت تكسب مباراة تلو الأخرى في المرحلة دي وتتأهل لدور ال 16، ويبقى عندك بإذن الله تركيز كبير في حصد بطولة الأمم الأفريقية، وكمان بإذن الله لاعبي المنتخب هيشدوا حيلهم قوي قوي في مباراة الغد. الأخبار بتقول الشعب يريد منتخب حديد اتفرعن يا فرعون، ويعني كلام طبعا كله بشأنه بيشد من أزر اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وكلام تحفيزي كبير جدا من الصحف المصرية، وده دورهم في الحقيقة، دورهم المساندة، دورنا كلنا كإعلام مساندة المنتخب أيا كانت الظروف إيه وأيا كانت الأمور ماشية إزاي. فبالتالي إن شاء الله بإذن الله منتخب يؤدي مباراة من حديد فعلا بكرة زي ما الأخبار كده بتقول جريدة الأخبار، وإن شاء الله إحنا واثقين جدا في لاعبي المنتخب، بالتحديد فيما يتعلق من غضب من تبريرات أجيري ومطالب باللعب الجريء واختفاء الألغاز. الموضوع مش موضوع لعب جريء، إحنا الشوط الثاني في مباراة زيمبابوي كان حصل كده ليه؟ لأن عندك تراجع بدني رهيب، فدي سلبية من السلبيات بصراحة اللي موجودة في المنتخب لازم يتم معالجتها، لكن الجرأة موجودة، الجرأة كانت موجودة في الشوط الأول، أهداف كتير ضاعت من تريزيجيه ومن صلاح ومروان، وكم كرة كده ضاعوا في الشوط الأول. وايا كانت تبريرات مستر اجيري على حسب الخبر، يعني احنا لينا ان الراجل نحاسبه في النهايه، خسر هيتحاسب، كسب البطوله هيتحاسب برضه، محاسبات ايجابيه او محاسبه ايجابيه ومحاسبه سلبيه، فهنشوف الامور هتمشي ازاي. دورنا برضه لازم نعيد ونزيد، دورنا مسانده المنتخب. الوطن بتقول ان المنتخب، هي دي بقى العناوين اللي ايه تخلي اللعيبه والجماهير تأزر المنتخب بشكل قوي، وهو ده اللي احنا عايزينه، المنتخب العلالي فنيا ومعنويا قبل موقعة الكونغو، ومفيش مشاكل يا جماعه، الامور ماشيه بشكل كويس جدا جدا، والمعنويات كويسه. انت كسبت مباراه صعبه، واديكم شفتوا اكيد كلكم تابعتوا المباريات الاولى في البطوله، واكيد تابعتوا الصعاب اللي بتواجه اي منتخب، وبالتحديد المنتخبات الكبار. شفنا المغرب كسبت بالعافيه بهدف عكسي، شفنا نيجيريا كسبت بروندي اللي اول مره تشترك في بطوله الامم الافريقيه بهدف في اخر ربع ساعه. في ماتشات كتير شفنا المنتخب التونسي بيتعادل 1-1، دايما البدايات بتبقى صعبه، فبالتالي معنويا انت حققت اللي انت عايزه من المباراه الاولى امام زيمبابوي، خدت 3 نقاط وابتديت خطوه في مشوارك الطويل نحو الوصول للنهائي والفوز باللقب. فان شاء الله باذن الله البدايه دي تكون هي البدايه اللي ان شاء الله تؤهل المنتخب للفوز ببطوله الامم الأفريقية. فنيا كمان المنتخب عندنا لاعبين مميزين جدا في الحقيقة، إن شاء الله كلنا وراهم. الأخبار المسائية بيقول إيه؟ بيقول إن الفراعنة جاهزون، المنتخب يختتم استعداداته قبل مواجهة الفهود، وزي ما قلت لحضراتكم النهاردة المران الأخير بالنسبة للمنتخب الوطني المصري بيبقى مران بتنزل فيه بالمعدلات البدنية، المران الأساسي بالنسبة لك هو مران امبارح اللي هو بيبقى قبل المباراة ب 48 ساعة، النهاردة تدريبات كده بتبقى ترفيهية شوية، بتنزل بالأحمال البدنية بعض تدريبات الكرة عشان ما يبقاش فيه حمل بدني زائد على اللاعبين، وخصوصا إن أنت عندك مباراة صعبة جدا من الجانب البدني ومن جانب السرعات كمان مع منتخب الكونغولي بيمتاز جدا بالسرعات، وكلنا فاكرين طبعا حتى لو الاسماء متغيره شويه مباراه التاهل لكاس العالم 2018 كنا بنلعب الكونغو الديمقراطيه بهدف او هدفي محمد صلاح تاهلنا لكاس العالم، فشفنا المنتخب ده عنده سرعات عامله ازاي وبيقدر يوصل للمرمى. وما تحطوش في دماغكم مباراه اوغندا ان هم خسروا 2-0 من اوغندا، ده مش مقياس خالص خالص خالص، يعني ما يديش اي مؤشر، بالعكس ده هيديهم دافع قوي لان هم ما عندهمش امال ثانيه غير الفوز على منتخب مصر او التعادل على اقل تقدير عشان يحفظوا املهم في التاهل للادوار المقبله. التحرير بتقول ان اهداف المنتخب هي التاهل المبكر من خلال مباراه الكونغو الديمقراطيه والابتعاد عن الحسابات، وده شيء مطلوب جدا عشان تخلص نفسك بدري بدري من الناحيه الذهنيه بالتحديد وتريح نفسك من الناحيه البدنيه. لازم تعمل ايه؟ لازم ان انت تكسب مباراه الكونغو باي طريقه، تاخد ال3 نقاط، بعد ما تاخد ال3 نقاط فكر بقى في اللي جاي، هتريح في ماتش اوغندا بعض اللاعبين بعض العناصر، هتشوف الامور هتبقى ماشيه ازاي، هتجرب يعني جزء، لان صعب ان انت تغير طريقه اللعب وتجربها في مباراه رسميه ايا كان ايه دوافعك فيها، لكن ممكن تجرب بعض الحاجات، الجمل التكتيكيه مثلا، خلينا نقول الجمل التكتيكيه في مباراه اوغندا ده في حاله لو انت كسبت الكونغو وخدت ال3 نقاط.
فبالتالي ان شاء الله هدف كبير جدا مهم قوي قوي، وده اللي تركز عليه يا سيدي. مش مهم الاداء خالص، نفسنا في اداء كويس بس مش مهم. انا مهم بالنسبه لنا، او احنا المهم بالنسبه لنا كمصريين، ان احنا نشوف اللقب في الاخر في ايد الفراعنه، هو ده الاهم. فبالتالي التركيز على التاهل من المباراه القادمه، وتبقى اول المنتخبات المتاهله بشكل رسمي لدور 16 باذن الله. الشروق بتقول النهارده اجيري هيضع اللمسات الاخيره على خطه الفراعنه لمواجهه الكونغو، وان المكسيكي بيطالب اللاعبين بالاعلان الحقيقي عن قوه المنتخب، وده فعلا شيء مطلوب جدا. البعض شكك في قدرات منتخب مصر، البعض شكك في قدره المنتخب على تحقيق بطوله الامم الافريقيه، لكن اجيري خلال محاضراته واجتماعاته مع اللاعبين عقب مواجهه زيمبابوي قال ان احنا لازم نثبت للناس ان احنا منتخب مرشح بقوه للفوز باللقب، بغض النظر طبعا على ان انت بتلعب في ملعبك ووسط جمهورك، دي حاجه ايجابيه طبعا مهمه قوي. لكن في نفس الوقت لازم تثبت للناس انك عندك القدرات القويه جدا اللي تخليك تنافس على اللقب بقوه، ومن ثم احراز هذا اللقب. وده كلام مستر اجيري مع اللاعبين. المصري اليوم بتقول ان اجيري يستقر على الخطه والتشكيل لترويض الفهود، وكلام كتير في الحقيقه خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا، بالتحديد فيما يتعلق بتشكيل منتخب مصر الاول في مباراه الكونغو. خليني اقول لحضراتكم خطه اللعب مش هتتغير كتير لمستر اجيري عن المباراه الاولى امام زيمبابوي، لكن التشكيل وارد ان يكون فيه تغييرات. طيب خلينا نتكلم مع بعض في التشكيل المتوقع في حراسه المرمى. محمد الشناوي دي ما فيهاش نقاش، وهو اللي هيلعب محمد الشناوي طبعا، لان برضه امبارح كان في اخبار كده قريناها خلال الحلقه ان كان في اتجاه ان يتم تبديل محمد الشناوي بحارس اخر، يبقى في التدوير ما بين الحراس، وده شيء سلبي جدا. فبالتالي يعني الموضوع ده مغلق تماما. الشناوي حارس مرمى المنتخب بكره، احمد حجازي هيلعب رغم الاصابه مع واقي وجه والامور تمام، ايمن اشرف في مكانه، احمد المحمدي في مكانه، محمود علاء في مكانه، واللي لعب مباراه مميزه جدا في مباراه زيمبابوي في الحقيقه، طارق حامد النني مفيش خلاف عليهم، رغم البعض بيقول لك ان دونجا ممكن يكون في التشكيل، لكن استبعد الحته دي لان قدرات النني ايا كان ما كانش موفق مثلا المباراه الاولى، لكن هو في الحقيقه لعيب مميز جدا ومهم جدا في نص الملعب. يبقى طارق حامد والنني مفيش خلاف عليهم، عبد الله السعيد مفيش خلاف رغم سوء ادائه في المباراه الاولى، لكن متوقعين باذن الله من عبد الله احسن من كده بكتير. تريزيجيه نجم المنتخب. محمد صلاح بقى، هي دي جزئيه، احنا كده اتكلمنا على التشكيل اللي خلاص اللي هيكون موجود، لكن عندك مركزين بس ناقصين، المهاجم والوينج رايت. الوينج رايت ده بتاع محمد صلاح. تفكير مستر اجيري في الدفع محمد صلاح كمهاجم هيخلي مستر اجيري ان هو يلاعب مين؟ وليد سليمان في مركز محمد صلاح كوينج رايت، او الدفع باحمد علي مكان مروان محسن كمهاجم، ويبقى صلاح في مكانه كوينج رايت في المنتخب. دي امور كلها هنعرفها بكره، لكن دي بعض المقترحات اللي ممكن يكون بيفكر فيها مستر اجيري بالتنسيق مع جهازه المعاون، ودايما القرار في الاول وفي الاخر بيبقى المدير الفني. طيب المسا بتقول ايه؟ بتقول ان صلاح يرفض اللعب راس حربه، وانا الخبر ده بالنسبه لي غريب شويه، واجيري يتراجع. النجم الفراعنه فضل مركزه الاصلي لصالح المنتخب. معلش يعني معلش، مع احترامنا الشديد لمحمد صلاح، انا طبعا ما اتوقعش ان محمد صلاح يرفض، يعني ما تجيش في دماغي يعني بصراحه. محمد صلاح لاعب زيه زي اي لاعب في منتخب مصر، طبعا نجم عالمي وبنفخر بيه وبنحبه قوي قوي قوي، وبنتابع كل مبارياته في اوروبا، وبنغير مواعيدنا في اليوم بالتحديد يعني عشان نتفرج على محمد صلاح، دي حاجه. لكن الحاجه الثانيه انك لاعب في منتخب مصر، فطبيعي جدا ما اعتقدش ان محمد صلاح هيعترض في حاله ان مستر اجيري قرر انه يلعبه مهاجم. طب ما هو لعبه مهاجم في المباراه الاخيره امام زيمبابوي في الشوط الثاني، في الجزء الاخير من الشوط الثاني، فموضوع مستبعد شويه، ممكن يكون تكهن من جريت المسا، لكن صلاح اكيد هينفذ اي تعليمات هيقولها له مستر اجيري. يلعب مهاجم، يلعب وينج، يلعب صانع العاب، يلعب في نص الملعب، دي كلها امور خططيه خاصه بالمدير الفني اللي يتقال له عليه محمد صلاح بينفذه. هي القصه ماشيه كده، لكن استبعده تماما ان محمد صلاح يكون رفض يلعب راس حربه وكلام من ده. وعلى فكره محمد صلاح بيلعب في ليفربول كتير راس حربه، يعني بيغير في المراكز ما بينه وما بين فيرمينو وساديو ماني في الخط الامامي لليفربول، يعني فالموضوع لا مش منطقي يعني بصراحه. اليوم السابع بتتكلم على ان اوروبا بتراقب لاعبي المنتخب الوطني الاول، وان كلام كتير على محمد صلاح من ريال وبرشلونه. محمد صلاح مش مستني ان هو يتراقب او الناس تتابعه في بطوله الامم الافريقيه. ريال مدريد تتمنى انضمام محمد صلاح، برشلونه تتمنى انضمام محمد صلاح. الموضوع بس كله بيتعلق بايه؟ برغبه اللاعب واحتياجات كل نادي
من الجانب الفني والخططي الخاص بالمدير الفني. يعني ممكن ريال مدريد تتمنى ان هي تتعاقد مع محمد صلاح بس مش محتاجينه دلوقتي، برشلونه تتمنى ان هي تتعاقد مع محمد صلاح بس مش محتاجينه دلوقتي، لكن هم مش مستنيين بطوله الامم الافريقيه عشان يعرفوا قدرات محمد صلاح. يعني محمد صلاح العالم كله عارف قدراته بشكل كبير، لكن التركيز ممكن يكون مع مين بقى زي ما شفنا في بقيه الخبر من خلال الانديه في الدوري الفرنسي، بالتحديد متابعه محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا ولاعيب جامد جدا في الحقيقه، لعيب كويس قوي مميز جدا جدا محمود حسن تريزيجيه. ممكن تتابع تريزيجيه كويس قوي زي ما هذه الانديه تابعت كمان تريزيجيه في الدوري التركي وادى مستويات رائعه ودايما بيخش تشكيل الاسبوع وتشكيل الموسم كمان تريزيجيه. لكن طبعا في متابعه قويه لتريزيجيه من انديه الدوري الفرنسي بالتحديد من ليون الفرنسي احد انديه القمه في فرنسا بكل تاكيد. يعني احمد حجازي، وده فعلا احمد حجازي مستني عرض من احدى فرق البريمير ليج. احنا عارفين ان احمد حجازي لعب في ويست بروميتش البيون في الشامبيونشيب وفشلوا في التاهل للدوري الممتاز الانجليزي، فبالتالي البطوله دي فرصه لاحمد حجازي ان هو يثبت ان هو قادر على اللعب في البريمير ليج. وفي الحقيقه هو لما لعب في البريمير ليج السنه اللي قبل اللي فاتت مع ويست بروميتش كان نجم الموسم في ويست بروميتش ولعب ال 38 مباراه ما شاء الله عليه في التوقيت ده، فهو قادر على اللعب في البريمير ليج. فدي فرصه فعلا لاحمد حجازي ان هو يلاقي عروض ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه في البريمير ليج. ولو ما لقاش النادي الاهلي مستنيك يا احمد يا حجازي باذن الله تنضم للنادي الاهلي. لو ما لقيتش العرض اللي انت نفسك فيه، احنا نفسنا ان انت تبقى حاجه كبيره طبعا في اوروبا، لو ما جالكش اللي انت نفسك فيه النادي الاهلي اكيد فتح لك ابوابه بكل تاكيد. يعني طيب الاخبار المسائي بتقول رساله من الازهر للاعبي المنتخب، ودي رساله في الحقيقه مهمه جدا. حرص مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه على توجيه رساله للاعبي منتخب مصر على هامش كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر. وتقول من خلال الصفحه الرسميه للمركز العالمي للازهر للفتوى الالكترونيه، قال ايه؟ قال الاخلاق مكون اساسي من اهم مكونات اي عمل ناجح في اي مجال، وهي مكون رئيسي من مكونات الشخصية الإنسانية. كلام مهم جدا ده، مش عشان بس منتخب مصر، انت في حياتك خد الكلام ده مهم قوي قوي ركز فيه. كمان بيقول لك ايه؟ فلا تكتمل إنسانية إنسان ولا يتم دينه إلا بالالتزام بالأخلاق الحميدة. عشان تتم دينك لازم أخلاقك تبقى حميدة وكويسة، تبقى مؤدب يعني. وتابع مركز الأزهر في بيانه، فينبغي على اللاعب أن يحافظ، ده فيما يخص المنتخب، أن يحافظ على سلوكياته داخل الملعب وخارجه، فإنه محط أنظار المشجعين طبعا، والانحراف السلوكي له داخل الملعب أو خارجه ينعكس سلبيا على مشجعيه ويؤثر فيهم. كلام مهم جدا طبعا، ورسالة من الأزهر مهمة جدا للاعبي منتخب مصر. إن شاء الله بإذن الله رجالتنا رجالة المنتخب قادرين قادرين بإذن الله إن هم يلعبوا مباراة كسراتهم في البطولة بعد ما فازوا على زيمبابوي، وإن شاء الله يجيبوا لنا بطولة الأمم الأفريقية رقم 8 في تاريخ مصر. هو ده اللي إحنا مستنيينه يوم 19/7 بإذن الله. أخبار اللي كان في المواقع إيه؟ خلينا نروح نشوف يلا. كورة، مدرب الكونغو لا يوجد مستحيل في مواجهة مصر. اليوم السابع، صور أجيري منتخب مصر 100% ومفيش مشكلة. المحمدي، جاهزون لمواجهة الكونغو وهنساعد صلاح لمواصلة الانتصارات ده من سوبر كورة. كورة، مدرب الكونغو لا يوجد مستحيل في مواجهة مصر. مصراوي، قائد الكونغو لدينا رغبة في الفوز على مصر. يلا كورة، جوميز حكم مباراة مصر والكونغو شاهد على الحلم المونديالي وفك العقدة التونسية. بوابة الأهرام الإلكترونية، دي ساب، نحترم زيمبابوي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. الشروق، قائد أوغندا، أعرف معظم لاعبي زيمبابوي وأعلم جيدا طريقة لعبهم. بوابة أخبار اليوم، أمم أفريقيا 2019، مدرب زيمبابوي، سنقاتل أمام أوغندا لإحياء أمل التأهل. بطولات، قائد زيمبابوي، جاهزون لمواجهة أوغندا
وكنا لا نعرف ماذا سنفعل بالكرة أمام مصر. الصريح: اجتماع ساخن بين الجريء وجريس ولاعبو المنتخب يتخذون هذا القرار قبل مواجهة مالي الحاسمة. الشروق التونسية: المساكني يصبح أول لاعب تونسي يسجل في 4 نسخ للمسابقة القارية. الخبر الجزائرية: الكاف قد تعاقب الجزائر. الشباك الجزائرية: حكم مباراة الجزائر والسنغال كان معاقبا من الكاف. تو سبورت المغربية: لجع يغادر مقر الأسود بالقاهرة، عاد إلى المغرب بسبب الميزانية. المنتخب المغربية: رينارد لوموند، هذه هي القصة الحقيقية لمغادرة حمد الله المنتخب المغربي. طيب، عايز ابتدي باليوم السابع وتصريحات مستر أجيري، تصريحات مهمة قوي وكلام مهم جدا ليه خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم، وهو المؤتمر الخاص بالمباراة، وقال ان المنتخب 100 100 ومفيش مشكلة. وبالمناسبة هو قالها بالعربي، يعني الجملة دي قالها بالعربي، قال منتخب 100 100 ومفيش اي مشكلة، واحنا مقتنعين بالكلام ده. حتى لو حصل مشكلة صغيرة، لكن الاهم انك ما تقفش عند المشاكل الصغيرة دي اللي بدورها قد تعيقك على تحقيق الحلم اللي انت بتحلم بيه، وهو الفوز ببطوله الامم الافريقيه. وده كلام مهم جدا في الحقيقه مستر أجيري، وانا او كلنا في الحقيقه كمصريين وكوطنيين بنسنده في الكلام اللي هو بيقوله ده، واحنا كلنا واثقين في مستر أجيري، وكلنا واثقين في المنتخب الوطني وفي لعيبه المنتخب والجهاز الفني، واي حد اي مسؤول عن المنتخب كمان احنا واثقين فيه كل الثقه، ومستنيينهم ان شاء الله يحققوا لنا البطوله باذن الله. كمان في سوبر كرة وتصريحات لأحمد المحمدي، وتصريحات مهمة جدا أيضا، قال جاهزون لمواجهة الكونغو وهنساعد صلاح لمواصلة الإنجاز. حلو قوي طبعا أنك تساعد محمد صلاح، طبعا الجاهزية دي احنا أكيد متأكدين منها، لكن محمد صلاح لعيب مهم ومؤثر في صفوف المنتخب الوطني المصري، وما كانش موفق شوية أو كان ممسوك قوي في مباراة الكونغو بدنيا، كمان ما كانش جاهز بنسبة كبيرة، مش عارف ليه، هل ده ممكن يكون بيتعلق بالأجازة اللي خدها؟ بس أعتقد الأجازة عادية طبيعية يعني، فيهاش مشكلة. لكن مهم قوي إن لعيبة المنتخب يساندوا لعيب قد مش قد هو اللي هيرجح كفة مصر في أي مباراة مع زمايله طبعا يعني، لكن هو النجم الأبرز في المنتخب، وهو النجم الأبرز في بطولة الأمم الأفريقية، مفيش خلاف على كده، فإن اللاعبين يساعدوه دي حاجة كويسة جدا. وبالمناسبة يعني الناس تقول لك احنا كده نلعب بخطه باصي لصلاح، هو ايه المشكله بباصي لصلاح؟ انت لو ما تباصي لصلاح ممكن تكسب، وقبل كده مع كوبر كنا بنلعب بالخطه دي يا سيدي. دي احنا في كاس عالم 90 كنا بنلعب بخطه باصي لشوبير، كان هو حارس المرمى تباصي له الكره عشان تضيع وقت وتتعادل عادي يعني، لو شاف مكسبك في كده عادي، لكن انت مكسبك ان تباصي لصلاح برده عادي، عادي جدا باصي لصلاح، المهم نكسب يا سيدي، باصي لتريزيجي، باصي اي حد، المهم نكسب. مش عايزين بس التعليقات تبقى ساخره بطريقه او باخرى على منتخب مصر، لان ده غلط على المنتخب، وبرده ده يعني بيعمل مشاكل او بيعمل لغط كبير وكلام كتير عن المنتخب، واحنا مش عايزين كده، مش في صالحنا كمصريين. صالحنا كمصريين ايه؟ انت ساند بس، شجع بس لما تروح الملعب مع منتخب مصر، هو ده هدفك، ودي الاسس اللي انت لازم تعملها خلال المباريات عشان ان شاء الله باذن الله المنتخب يجيب لنا البطوله. طيب هروح لكوره، مدرب الكونغو وتصريحاته بيقول لا يوجد مستحيل في مواجهه مصر. طبعا بالنسبه لهم المواجهه اكيد صعبه، زيها اكيد برضه هي صعبه بالنسبه لمنتخب مصر. فلوران بنجي المدير الفني للمنتخب الكونغولي قال ان احنا عملنا مباراه سيئه نوعا ما امام المنتخب الاوغندي، وما كناش جاهزين في الملعب او ما كناش مركزين في الملعب بشكل كبير، لكن ده مش معناه ان احنا هنلعب مباراه مصر واحنا خايفين، لا، المواجهه طبعا صعبه، لكن احنا عندنا هدف وهو التاهل، عشان نتاهل هو ايه اللي يحصل؟ ان احنا نكسب هذه المباراه امام مصر. وتصريحات في الحقيقه جريئه جدا منه وحقه، الراجل يقول براحته، المهم الملعب هيقول ايه؟ المهم ادائك انت في الملعب كمصري هيعمل ايه وهيقول ايه؟ فان شاء الله نتمنى الراجل ما يكونش موفق ويستمر منتخب الكونغو في عدم التوفيق في المباراة،
ونشوفه بنفس الاداء اللي ظهر بيه امام اوغندا عشان تكون فرصه كبيره، وادائنا هو اللي يفرض نفسه كمان، احنا مش مستنيين حد يلعب وحش، احنا ادائنا هو اللي هيفرض نفسه، وباذن الله نحقق الانتصار والثلاث نقاط في مباراه الكونغو. يوسف ملومبو قائد الكونغو كمان تصريحات ليه وده في المؤتمر الصحفي الخاص ايضا بالمباراه النهارده الصبح، وقال ايه؟ قال لدينا رغبه في الفوز على مصر، واضح جدا ان هم مركزين بشكل كبير جدا في الفوز على مصر، وده هدفهم طبيعي عشان يحاولوا يتاهلوا عن هذه المجموعه. بيتكلم على ان المباراه الاولى امام اوغندا كان عندنا عائق وهو درجه الحراره، لكن هو العائق زي ما كان عليك كان على اوغندا، واوغندا استطاعت ان هي تعمل مباراه كبيره في الحقيقه وكسبوا كمان 2-0. قال ان هو كان مصاب وكان متضايق قوي ان هو مش متواجد في المباراه الاولى، لكن هو دلوقتي اصبح جاهز ومستني اشاره المدير الفني للبدء في مباراه مصر، وانه مركز بشكل كبير قوي على قود الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية على أقل تقدير أمام المنتخب الوطني المصري إن شاء الله بإذن الله. ده ما يحصلش وبإذن الله مصر هي اللي تفوز. يلا كورة. جوميز حكم مباراة مصر والكونغو، حكم مميز جدا في الحقيقة كلكم عارفينه، الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، الحكم الدولي الشهير من أفضل الحكام ومن حكام الصفوة في القارة الأفريقية. الرجل ده حكم يعني آخر ماتشين حكمها، حكم ماتشات كتيرة سواء للمنتخبات المصرية أو للأندية المصرية. آخر ماتشين حكمهم كان إيه؟ ماتش مصر وأوغندا في تصفيات كأس العالم واللي انتهى بنتيجة 1-0 في برج العرب، كان في الجولة الرابعة بالتحديد. وكمان حكم آخر مباراة في تصفيات الأمم الأفريقية الأخيرة ما بين مصر وتونس، كانت أيضا في استاد برج العرب وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 3-2، وكانت آخر مباراة في التصفيات. وواضح كده الراجل وشه حلو علينا بإذن الله، بإذن الله نكون قادرين إن احنا نحقق الانتصار من خلال هذه المباراة. مش عايزين طبعا أي مساعدات تحكيمية، مش عايزين أي مشاكل ولا أي أمور خالص، يعني احنا عايزين العدل هو اللي يطبق، وكل واحد يشوف مجهوده بقى ودوره في الملعب ينفذه عشان إن شاء الله يحقق اللي هو نفسه فيه. بوابة الأهرام، وبالتحديد بتتكلم على باستيان دي صبر، هذا المدير الفني المميز جدا جدا للمنتخب الاوغندي، واللي بيقول ايه؟ احنا بنحترم زيمبابوي وهنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. الاحترام ده اللي بيقودك في الحقيقه ان انت تعمل مباريات كبيره ونتائج كبيره. الراجل ده مدرب مميز في الحقيقه، باستيان دي صبر هذا المدرب الفرنسي للمنتخب اوغندا، وبيقول ان احنا لسه الهدف بالنسبه لنا ما اتحققش، وان احنا عايزين نكسب المباراه اللي جايه عشان نتاهل رسميا لدور ال 16 من بطوله الامم الافريقيه بغض النظر عن المباراه الاخيره امام مصر. وقال ان اللاعبين هيبذلوا قصارى جهدهم زي ما عملنا في المباراه الاولى امام الكونغو. بوابه الشروق ولسه مع منتخب اوغندا، وبالتحديد دينيس اونيانجو الحارس الاسطوري. هو فعلا حارس اسطوري، ده خليفه عصام الحضري يا جماعه في افريقيا، حارس كبير جدا ومميز جدا، ويعني صعب ان انت تحرز فيه هدف، يعني صعب. ده طبعا قائد المنتخب الاوغندي وكابتن الفريق، وقال انه بيعرف كويس قوي لاعبي زيمبابوي وعارف طريقه لعبهم. هقول لك ليه هو عارف طريقه لعبهم، لان معظم لاعبي منتخب زيمبابوي بيلعبوا في الدوري الجنوب افريقي، ودينيس اونيانجو هو لاعب اوغندي بيلعب في صفوف سان داونز الجنوب افريقي، فبالتالي هو عارف مميزاتهم وعيوبهم، لان في حوالي 5 تقريبا من منتخب زيمبابوي بيلعبوا في الدوري الجنوب افريقي، فبالتالي هو بيقول ان دي بالنسبه له نقطه ايجابيه جدا، وهيحاول ان هو يشتغل عليها مع لاعبي المنتخب ومن خلال توجيههم خلال المباراه او قبل المباراه كمان. دينيس انيانجو هو بصراحه افضل حارس في افريقيا حاليا طبعا بعد اعتزال عصام الحضري، او بقاله سنوات كمان افضل حارس في افريقيا، لان عصام الحضري اخر كام سنه طبعا قبل اعتزاله ما كانش هو عصام الحضري اللي احنا كلنا عارفينه يعني. طيب بوابه اخبار اليوم بتقول مدرب زيمبابوي في المقابل بقى قال ايه؟ قال هنقاتل امام اوغندا لاحياء امل التاهل. وفيدي كارورو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي قال ان احنا عندنا لسه امال كبيره في التاهل للدور المجمل بطوله الامم الافريقيه. مباراه اوغندا القادمه بالنسبه لهم هي مباراه مصيريه، لازم ان هم يكسبوا او برضه على اقل تقدير يتعادلوا عشان يكون عندهم امال لسه في الصعود. الامال لسه موجوده عند كل الفرق في الحقيقه، لان انت عندك افضل اربع توالت بيصعدوا للدور المقبل، فبالتالي لسه الامال موجوده عند كل المنتخبات في بطوله الامم الافريقيه. نروح للصحافه العربيه وبتحديد الصريح التونسيه، واللي بتتكلم ان في اجتماع ساخن بين الجريء وجروس او جريس الان جريس طبعا المدير الفني للمنتخب التونسي، وان اللاعبين بيتخذون هذا القرار قبل مواجهه مالي الحاسمه. طبعا للاسف الشديد، للاسف الشديد جدا، امبارح تونس المنتخب العربي
الوحيد. طيب بما اننا بنتكلم عن منتخب التونسي الشقيق خلينا نروح سريعا لمداخله غايه في الاهميه مع الكابتن الكبير جدا جدا الكابتن نبيل معلول المدير الفني الاسبق لمنتخب التونسي. يا كابتن نبيل مساء الخير على حضرتك. مساء النور امير، اهلا بيك وكل مشاهدي قناه الاهلي، اهلا بيك. منورنا طبعا في قناه النادي الاهلي وطبعا مبروك مبروك الفوز الاول للمنتخب المصري. الله يبارك فيكم باذن الله باذن الله. ايضا المنتخب التونسي يفوز في المباراه المقبله. طبعا معانا على الهاتف احد المحللين الكبار واحد المدربين الكبار جدا في القاره الافريقيه بشكل عام، يعني الواحد بيستمتع بتحليله. طبعا عايز استغل تواجد حضرتك معايا واسالك عن تقييمك لمستوى المنتخب التونسي في مباراته بالامس امام انجولا. بسم الله الرحمن الرحيم، والله مستوانا كان اقل من المتوسط، معنا باش ما نقولش كلمه اكبر لانه المنتخب التونسي لعب امبارح واحد من أسوأ مبارياته في السنوات الاخيره. يعني الطابع اللي كان يتمتع به المنتخب التونسي والطريقه الهجوميه واللي كان يتمتع بها المنتخب التونسي كانت مفقوده، رغم وجود لاعبين اللي عندهم الامكانيات الفنيه والمهارات الفرديه الفنيه اللي تخلي المنتخب التونسي ممكن كان يسيطر على المباراه. وهذا راجع حسب رأينا الشخصي أنه مراكز اللاعبين ما كانتش تتماشى مع إمكانياتهم. ثم بعدين الكوتشينج يعني بتاع الإطار الفني ما مشاش مع مجريات المباريات والمباراة ومتطلبات المباراة. أضف على ذلك معناها الغيابات اللي كانت، معناها مش غيابات لكن غيابات متاع خيارات من الإطار الفني. طيب هل من وجهة نظر حضرتك غياب علي معلول بان تأثيره على أداء المنتخب التونسي بالأمس؟ شوف انا بحكم وجودي مع المنتخب التونسي يعني المده طبعا اكبر قوه هجوميه للمنتخب التونسي هي الجهه اليسار، يعني اي منتخب يلعب ضد المنتخب التونسي اكثر شيء يفكر فيه، ولا اول شيء مش اكثر شيء، اول شيء يفكر فيه هو ايقاف زحف المنتخب التونسي للجهه اليسرى اللي موجود فيها يوسف المساكني وعلي معلول. ونعرف قوه يوسف المساكني معنا في تواغلاته ومراوغاته وتسديداته وتهديفه. نفس الشيء بالنسبه لعلي معلول اللي بوكس تو بوكس يعني من منطقه 18 فعلا. في الكروسات نتاعو والاسيست نتاعو والدريبل نتاعو، وخاصه قبل هذا الكل تمركز نتاعو، ودائما يكون يعني جاهز لحامل الكره. اي واحد يكون حامل الكره في وسط الملعب ولا في الخط الخلفي علي معلول يكون جاهز لاستلام الكره. يعني تمركزه دائما متميز جدا، علي بتمركزه دائما يكسر لك خط ولا خطين من المنافس. انت ايش عملت يعني امبارح تقريبا المنتخب التونسي كانه طايره قاعده تطير بجناح واحد مش بجناحتين، يعني جيت وقصيت اكثر قوه عندك من الناحيه الهجوميه طبعا بدون ادنى شك، لانه معايا انا افضل مباريات لعبها من المنتخب التونسي كان علي معلول ويوسف المساكني موجودين في الجهه اليسرى بدون ادنى شك، لانها القوه الضاربه. ولما علي معلول يكون موجود في تفاهم كبير بينه وبين يوسف، يوسف علي يعرف امتى يوسف باش يدخل له الى عمق وسط الميدان، امتى باش يفضي له الجهه اليسار، امتى باش يطلب له الكره في ظهر الباك اليمين. يعني مهم جدا. زيد على ذلك لما علي معلول يكون موجود مع يوسف المساكني، يعني التركيز الخصم باش يكون على الجهه اليسار. باش يكون ايقاف الجهه اليسار للمنتخب التونسي، شو باش يعمل لك هذا؟ باش يعمل لك عدم توازن في الدفاع في الخط الخلفي وخط وسط الميدان بتاع الفريق المنافس، اللي باش يحرر لك راس الحربه نتاعك، باش يحرر لك لاعبي الوسط نتاعك، باش تقل الرقابه فيه، وباش يحرر لك الجهه اليمين نتاعك. يعني وجودهم هما مهم جدا لانه باش يخلق توازن فريق المنافس هذا اللي كان مفقود. وكما قلت لك ايضا فرجاني فاسي ما كانش موجود اللي هو مهم جدا في خط وسط الميدان. اللمسه الفنيه كانت موجوده. يعني التركيز حبينا نلعبوا نفس الطريقه اللي لعبنا بها ضد كرواتيا وقت اللي هو منتخب مغاير تماما. انجولا ماهيش كرواتيا ضد، كنت تلعب ضد وصيف بطل العالم باش تقبل اللعب، يعني باش تستناه في المناطق نتاعك وتلعب له بالكونتر اتاك. انت ترتيبك 25 عالميا باش تلعب ضد منتخب ترتيبه 143 ولا مش عارف كم. انت باش تضغط عليه في مناطق وباش تلعب المباراه كلها، يعني باش تلزمك لاعبين عندهم لمسه فنيه عندهم مهارات فرديه فنيه. ليش نلعب بثلاثه لاعبين انا في وسط الملعب وانا عندي لاعب مثل البدري متالق في الشامبيونز ليج مع الترجي الرياضي التونسي في السنتين الاخيرتين من افضل اللاعبين في الجهه اليمين؟ خلي بدري على اليمين ويوسف على اليسار ونعيم سليتي استغلوا وراء المهاجم كما يلعب في فريقه في ديجون في فرنسا ووهبي الخضري. ثم حاجه اخرى مهمه جدا اللي دائما نقولها في كره القدم، شا
شخصيه المدرب لازم تكون قويه، اللاعب لازم يحس انه شخصيه المدرب على مستوى عالي جدا، وهو اللي عنده الريموت كنترول يسير في الفريق. يعني وقت اللي لاعب مهما يكون اسمه ومهما يكون قيمته مش في الفورمه في المنتخب لازم يخرج طبعا، من غير لاعب، لانك انت في المنتخب عندك حريه الاختيار والدكه نتاعك مليانه باللاعبين طبعا، خاطر اللاعب من لاعب الا بشر. يعني مش نلقاو احنا يوسف المسيكني كل مباريات في الفورمه، مش نلقاو وهبي الخضري في كل مباريات في الفورمه، اذا كان انت تشوفه مش في الفورمه تدخلهم وتدخل لاعبين اخرين ما فيش كلام، لانك انت باش تستحق لهم في مباريات اخرى. يكون عندك الشخصيه اللازمه والقويه تقدر تخرج اللاعبين الكبار هذول. طيب نصايح الكابتن نبيل معلول للمنتخب التونسي والجهاز الفني خلال المباراه المقبله، وهي في الحقيقه مباراه قويه ومصيريه جدا ومع منتخب قوي جدا، واثبت ده من خلال مباراته بالامس مع امام موريتانيا وبتحديد المنتخب المالي، مواجهه صعبه ويجب على المنتخب التونسي ان هو يفوز في هذه المباراه، بالتالي عايز اعرف نصايح حضرتك ايه للمنتخب التونسي في مباراه مالي بالتحديد. اختيار التشكيل المناسب واللاعبين المناسبين ونخليهم في مراكزهم من غير فلسفه، راهي الكوره ما تحبش الفلسفه. تمام. اللي متالق في مركزه في الجهه اليمين خليه في الجهه اليمين، ما تغيرش المراكز. كما صار البارح مثلا، انا عندي السخيري، ممكن ما تعرفوش كثير في مصر. الياس السخيري في السنتين الاخيرتين يعني من افضل ثلاثه لاعبين في افتكاك الكوره في الدوري الفرنسي. تمام. ليش تغير له في مركزه وانت؟ خليه امام الدفاع، وخلي غلال الشعراني مثل يلعب في الترجي، معناها يلعب بوكس تو بوكس، لاعب وسط ميدان يمشي ويجي يمشي ويرجع. لاعب ليش تغير؟ ليش تغير في خطه اللاعبين؟ نفس الشيء بالنسبه للولد كشريده، الولد الصغير، خليه يلعب باك يمين مثل ما يلعب في فريقه في النجم الرياضي الساحلي، مع اختيار اللاعبين اللي في الفورمه، خاطر في المنتخب لازمك تلعب في اللاعب في الفورمه في الوقت هذاك، في المباراه هذيك، في التوقيت هذاك بالضبط، من غير ما تتفلسف كبير. انا متفائل كثير لان المنتخب التونسي ان شاء الله باش يمر للدور الثاني، لكن باذن الله ان شاء الله، لكن لازم الاختيارات تكون بالاستحقاق، اللي يستحق يلعب لازم يلعب، انت ما موجود معاه في التمرين، اللي تشوفه اكثر في الفورمه هو اللي لازم يكون يتواجد كاساسي في المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايضا وحضرتك معايا عايز اخد رايك في المباراه الاولى لمنتخب مصر امام بالتحديد زيمبابوي، وعندك مباراه كمان بكره امام الكونغو، رايك في المباراه الاولى واداء منتخب مصر والنتيجه، وكمان نصايحك للمنتخب المصري في مباراه الغد امام الكونغو. شوف المنتخب المصري يعني شوط اول كان يعني قريب من الحسن، شوط ثاني كان اقل من المتوسط بالنسبه للمنتخب المصري. ايضا المنتخب المصري عندي شويه هكا، معناها في لاعبين انا كنت نحبط في ظل اللمسه الفنيه اللي اصبحت موجوده في المنتخب المصري، وفي ظل نفس الشيء انه المباريات باش تفرض على المنتخب المصري انه يعمل ضغط عالي على الفرق المنافسه، والمباريات كلها باش تدور يعني في نصف ملعب منتخب الخصم، يعني رمضان صبحي كان المفروض يكون موجود، وكهرباء المفروض يكون موجود، لانك في حاجه اللاعبين عندهم الامكانيات هذه، عندهم التواغل، عندهم المراوغات القصيره، يعني في الوان واحد ضد واحد معناها ياخذوا. ونفس الشيء ايضا انت في حاجه لاعب مثل شفت معناها تاثير علي معلول في الجهه اليسرى، انا بالنسبه لي نفس الشيء احمد فتحي في الجهه اليمنى. طبعا يعني طبعا ما تقدرش تستغنى على لاعب معناها خبره، شوف كم انا دائما في ذهني نقول لهم افضل لاعب بالنسبه لي انا مصر في امم افريقيا الماضيه هو احمد فتحي. احمد فتحي لانه احمد فتحي استغلوا المدرب في اربع مراكز. فعلاً. لعب باك يمين في امم افريقيا الماضيه، لعب باك شمال، ولعب في خط وسط الميدان. جوكر. تلقى لاعب معناها بوليفالون قادر يلعب بالمراكز هذوما الكل. ما تقدرش مع الخبره اللي عنده حتى ولو ما يكونش اساسي، تستحقه في بعض المباريات، تستحق خبرته، تستحق نصحه للاعبين. طبعا تستحق الكلمه النصائح للاعبين، تستحق معناها انه في مباراه لما تلعب في معاه منافس او في مثل المباراه الاولى، انت تصور احمد فتحي جا موجود ومعاه توغلات ولا دخول محمد صلاح الى العمق، باش يلقى نفسه مفتوح على الجهه اليمنى، لو راح وعمل كروسات وعمل دريبلين وجاب خطر كبير، مع انه المحمدي عمل مباراه محترمه، لكن هجوميا دائما احمد فتحي عنده قيمه اكثر فنيه بالنسبه للمنتخب المصري. وكما قلت لك معناها لازم الخيارات الهجوميه تكون عندك اكثر، لانه انت تفكيرك هجومي اكثر منه دفاعي في المباريات اللي باش يلعبهم المنتخب المصري، والتوازن لازم يكون موجود.
لانك انت كل الفرق اللي باش تلعب لك بتلعب هجمات مرتده. توازن موجود جدا. طارق حامد لعب مباريات كبيره، عبد الله يلزم المثلث حسب راينا الشخصي ينقلب. طارق حامد يكون هو راس المثلث الى الوراء، على يمينه عبد الله وعلى يساره النني، باش عبد الله يحاول يغطي عدم رجوع محمد صلاح للمناطق الخلفيه. بعدين لما تكون الكره عند المنتخب المصري يمشي عبد الله كصانع العاب، باش يقدر معناه يصنع اللعب ويكون قريب من المهاجم، لكن اول ما الكره تكون عند المنافس نخلي محمد صلاح فري. انا نحاول دائما نخلق شيء، نخلق شيء باش نحاول نخل به توازن المنتخب، لانه كل الانظار باش تشوف اول محمد صلاح يلمس الكره تلقى اثنين ثلاثه لاعبين عليه. يجب ان نخلق شيء جديد. انا محمد صلاح نغيره من المركز نتاعو، نخليه يدخل اكثر الى عمق وسط الميدان، نخليه معناها يجلب اثنين لاعبين ثلاثه لاعبين الى المنطقه، باش يخلي لي مساحات للاعبين الاخرين اللي يلزمني نحاول نستغلهم انا. هذا الكل لازم تكون موجوده معناها في ذهن المدرب. حضرتك مع ان محمد صلاح يلعب مهاجم ولا يلعب في مركزه المتعود عليه كوينج رايت مثلا؟ خصوصا في ظل التفكير. شوف شوف يبدا وينج رايت. يبدا وينج رايت، لكن وقت اللي المنتخب المصري يبدا معناه في الخروج بالكره من المناطق الخلفيه، محمد لازم يكون فري، ممكن يروح كمهاجم ثاني، ممكن يروح. شفت ميسي كيفاش يلعب في برشلونه فري، نخلي محمد فري. علاش نخليه فري؟ باش يخلي بتوازن خط وسط الميدان والخط الخلفي، لانه محمد لازم يجي يتمركز بين الخط الخارجي نتاع الفريق المنافس وخط وسط الميدان. بس اذا كان وخر واحد من اللاعبي وسط الميدان باش معناها يعمل له محاصره، تولي عندك زياده عدديه في خط وسط الميدان. اذا كنت تخلي معاه الباك اليسار لما هو يطلب الكره، تخلي الجهه هذيك فارغه للباك يمين نتاعك يطلع فيها، واذا كان خرج له واحد من محور الدفاع باش يعمل زياده عدديه، يولي انت المهاجم نتاعك واحد ضد واحد في الخط الخلفي تقدر تلعب عليه مباشره. يعني تحرك صلاح مهم جدا للاخلال بتوازن الفريق المنافس. طيب برضو عايز اسال حضرتك على اقوى الفرق من خلال متابعتك للجوله الاولى حتى الان في بطوله الامم الافريقيه وفي دوري المجموعات بالتحديد، اقوى المنتخبات مين من وجهه نظرك والمرشحين للوصول لدور النصف النهائي بالتحديد؟ من خلال تجربتي انا في امم افريقيا، يعني المباراه الاولى راهي ما تعني شيء، ممكن منتخب يبدلك بدايه قويه وبعدين ما تلقاش في الدور الثاني والثالث. وممكن المنتخب يبدلك، وهذا الاكثر موجود، يبدالك بدايه متوسطه وتلقاها الفورمه تبدا تجي، لانه انا مثل ما قلت راه التحضير نتاع المنتخبات الكبيره، التحضير البدني الهدف نتاعو انه الوصول للدور الثاني. يعني التوب فورم نتاع اللاعب تكون موجوده في الدور الثاني. يشاهدوا اللاعبين متالقين ان شاء الله في الدور الثاني، لان التحضيرات البدنيه كانت موجوده على هذا المستوى. انا اظن من خلال المباريات الاولى اللي شاهدناهم، المباريات الاولى، لكن هذا ما يعني شيء. المنتخب السنغالي والجزائري من اقوى المنتخبات حسب المباراة الاولى، دائما نقول حسب المباراة الاولى، لكن انا متاكد 100% انه اشياء كثيره باش تتغير مع تقدمنا في المباريات. اخيرا راي حضرتك في التنظيم ايه؟ رائع رائع راح. يعني شوف حفل افتتاح على مستوى عالي جدا، ليش نقول رائع واكثر من رائع؟ مانيش نرمي فرود راهو للمصر ولا للشعب المصري، لا، لانه المده كثيره. مده التحضير اربع شهور بس، هذا يخليك تقول راي. حتى كان جاء التنظيم اقل من اللي شاهدناه يلزمنا نشيدوا به، لانه المنتخب مصر نظمت كاس افريقيا في فتره وجيزه، وصعب انك، لانه تعرف انت يلزمك سنتين وثلاث سنوات تبدا تحضر معناها في معناها دوره مثل امم افريقيا ولا كاس عالم ولا امم اوروبا ولا دوره اولمبيه، خاصه حفل الافتتاح معناها لازمك تبدا تحضر فيه قبل سنه ونص. شفنا حفل معناها رائع على مستوى عالي جدا. كابتن نبيل انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا من نجم كبير جدا ومدرب كبير ومحلل كبير كابتن نبيل معلول، طبعا مدير الفني السابق او الاسبق كمان للمنتخب التونسي. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا فقره حواريه مهمه جدا مع ضيفنا العزيز الاستاذ عبد العزيز بلبودال الرياضي المغربي، وهنتكلم في امور كثيره جدا كمان بتخص المنتخب المغربي. استنونا بعد الفاصل. بينورنا وشرفنا في الاستوديو ضيفنا العزيز جدا جدا الاستاذ عبد العزيز بلبودالي الناقد الرياضي المغربي وصحفي بجريده الاتحاد الاشتراكي ورئيس الهيئه المغربيه للمؤلفين الرياضيين. يا استاذ عبد العزيز منورنا ومنور مصر. شكرا جزيلا ومرحبا
بالمشاهدين الكرام. اهلا بك. يعني طبعا في امور كتير عايزين نتكلم فيها بتحديد فيما يخص المنتخب المغربي، بس ناخد الامور واحده واحده كده. خلينا نبتدي، رايك في التنظيم، تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه؟ هو يعني بكل صدق، مصر معروف على الكرم الكبير والخبره في التنظيم، ياما يعني نظمت تظاهرات كبيره. التنظيم الجيد والحفل الافتتاح المبهر الذي ابهر يعني العالم كله لم يكن غريبا من بلد مثل مصر. كانت ايادينا على قلوبنا في الحقيقه. كنا ونحن نحضر هنا في القاهره نمني النفس ان ينجح اولا حفل الافتتاح، ثانيا التنظيم بشكل عام. ليه او لماذا؟ لان كلنا مع مصر ومع نجاحها في التنظيم، لان نعتبر ذلك تحدي كبير على بلد يعني بيبني نفسه من جديد. وانا كنت سعيد جدا لما الاتحاد الافريقي منح مصر شرف التنظيم، لان تعرف معي ان تنظيم تظاهره بهذه القيمه وبهذا الحجم اكيد سيعود بالنفع للبلد المنظم. ومصر تحتاج اليوم للدعم الكبير ومنحها فرص يعني حتى تتوازن كما كنقولوا اقتصاديا ورياضيا وكل كل كل المناحي يعني تاع الحياه اليوميه. ان شاء الله التنظيم بدات المؤشرات تقول ان الامور طبعا تسير في الاتجاه الصحيح. وانا اسعدني كثير يعني مبادره كثير من الجهات الرسميه او غير الرسميه في مصر اللي تتدخل من اجل الاسهام في نجاح التنظيم. امبارح ابني معي في القاهره يعني يرغب في مشاهده المباريات، يكتشف على النت ان فيه شركات خاصه تنظم رحلات من كل مناطق القاهره للصدد. ده شيء جميل جدا، واحنا كلنا مع مصر. طبعا فيه نقط سلبيه محدوده جدا، واعتقد انها يعني نقط لا تذكر، يعني حاجات بسيطه لا تذكر. ومش مصر اللي مسؤول عنها بقدر ما الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي وانا اتحدث بالتحديد وبالضبط عن لجنه الاعلام في الكاف اللي عملت مشاكل كثيره مع الزملاء الصحفيين، وكان هناك ارتباك في مساله التنظيم. لا يعقل مثلا في مباراه المغرب و ناميبيا ان يقال للزملاء الصحفيين اللي حاضرين من اجل تغطيه المباراه انكم امام اختيار، اما مشاهده المباراه تيكيت بتاع المباراه، اما الندوه الصحفيه، اما فهذا لا يعقل. طبعا يعني حاجه غير معقوله. صحفي يعني قاطع الاف الكيلومترات من اجل مشاهده مباراه فريق بلده، منتخب بلده، فلا يعقل انك تمنعه. نعم. طبعا لازم الاتحاد. وحاجه ثانيه هي اتمنى ان يفتح الباب او تتم يعني مراجعه اسعار التذاكر او اي حاجه اللي تحفز الجمهور عشان يحضر المباريات. دي نقطة مهمة برضه من غير مباريات المنتخب المصري. طبعا دي نقطة مهمة، واكيد هيكون في مساعي كبيرة جدا من المسؤولين في مصر على فتح ابواب المدرجات للجماهير او اي وسيلة من الوصول اللي تدفع الجماهير للدخول للمدرجات ومؤازرة كل المنتخبات او مشاهدة كل المباريات، لان المباريات في الحقيقة كلها فنية، المباريات مميزة جدا. نعم. قوة العلاقة ما بين مصر والمغرب واضحة جدا، بدليل ايه؟ بدليل ان قبل ما مصر تتقدم بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية بعد ما الكاميرون فشلت، ادت الفرصه لدوله او المملكه المغربيه ان هي تنظم بطوله الامم الافريقيه لما رفضت المغرب تنظيم هذه البطوله فمصر تقدمت. الاسباب ايه اللي خلت المغرب ان هي ما تفكرش في تنظيم بطوله الامم الافريقيه؟ اولا لم يسبق للمغرب ان تقدم بطلب تنظيم الكان، لكن كان في نيه بالتحديد السنه. يعني احنا كاعلاميين اللي كنا نروج لهذه المساله وكنا على خطا. تمام. الحقيقة لأن لا وزير الشباب والرياضة المغربي، لا رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم،
ولا مرة صرحوا رسميا أنهم يسعون إلى احتضان هذه البطولة. كان ما يروج حول في وسائل الإعلام أن المغرب ربما يعوض الكاميرون، ولكن في الأخير وزير الشباب والرياضة خرج بتصريح رسمي يقول لم نفكر يوما في تنظيم كذا، ولو فكرنا فمنطق العلاقات السياسية مع الكاميرون ومع دول غرب إفريقيا لا يمكن أن ندخل كمنافس. ولو كانت مصر لها الرغبة في تنظيم هذا الكان نحن نضع أنفسنا رهن إشارة يعني شقيقة مصر بكل الوسائل الممكنة. الحمد لله مصر مثل المغرب بلد بلدين، وأنا على فكرة بين قوسين آخر مؤلفاتي الحمد لله تحمل عنوان أيام كايرو بعيون مغربية، وحكيت في الكتاب أتأسف أن ما توفرش على نسخة منها اليوم، بس لو استضفتوني بكرة وبعد بكرة تنور. أنا مستعد أجيب طبعا طبعته في دار المعارف ممكن أقول اسمه دار المعارف، ويحكي عن فترة من 2007 ل 2017 كل مشاهداتي كإعلامي مغربي لدولة مصر الشقيقة. وأنا بعتز كثير وغالبا زملائي بيشاهدوا البرنامج بصداقات أخوة تربطني بكبار الإعلاميين في مصر طبعا. أستاذ أشرف محمود، أستاذ أيمن بدر حبيبي طبعا. اللي بعزه يعني كثير على عزات كلهم أهلاويين على فكرة، أهلاوية جدا كلهم أهلاويين الحمد لله. أنا أتمنى أن العلاقات الطيبة الأخوية اللي العلاقات الطيبة بين من الصورة دي إيه رأيك فيها؟ أحد طبعا أنا كنت قاعد على فكرة تفرج في الماتش مع الجمهور وكنت قريب من اللي حامل لابيتادي ودا ابنه وعلى فكرة أهل مصر على حسن الضيوف. الصورة دي في الفيسبوك عملت يعني طبعا طبعا ضجة. فيه مؤسسة فندقية في شرم الشيخ هذا تأكيد آخر على حسن الضيافة المصرية أكيد. في قلت مؤسسة فندقية مشهورة ما لن أذكر اسمها أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تبحث عن رقم تليفون أو عنوان الابن وأبوه وبتعرض عليهم استضافتهم في شرم الشيخ لمدة أسبوع. وبكل الطرق في الحقيقة المصريين بيحاولوا يحسنوا الضيافة لكل الضيوف في الحقيقة، ما بالك كمان لما تكون دول عربية من شمال أفريقيا وإخواتنا وأشقائنا بكل تأكيد، وبالتحديد كمان المغرب، والمغرب دولة كبيرة جدا وبالتحديد كازابلانكا. أنا بحب كازابلانكا جدا، رحت هناك مرتين يعني. خلينا نخش في البطولة بقى. المنتخب المغربي، تقييمك للمباراة الأولى بالنسبة للمنتخب المغربي أمام ناميبيا وفوز صعب في الدقيقة 89 بهدف عكسي من أحد لاعبي المنتخب الناميبي، تقييمك لأول مباراة شايفتها ازاي؟ هو بكل تأكيد دائما المباريات الأولى بأي بطولة كبيرة بهذا الحجم تكون صعبة. أنا تنبأت مباراة الافتتاح منتخب مصر أنه سيواجه صعوبة يعني بتحقيق الفوز وذلك ما حصل. ما يتعلق بالمنتخب المغربي كذلك تنبأنا أن المباراة لن تكون يعني في متناول اللاعبين وستكون هناك صعوبة. الحمد لله أن اللاعبي المنتخب المغربي ظلوا مؤمنين بحدودهم ودون نسيان أن دور الجمهور المغربي اللي لعب دور كبير طبعا، لأن طيلة عمر المباراة يعني كان دائم تشجيع والمساندة، وعلى فكرة بمؤازرة من جمهور مصري كانوا أكيد. يعني كانوا حاضرين بواحد الشكل جميل جدا حتى قبل ما يدخل اللاعب خالد بوطيل طبعا لاعب نادي الزمالك، واكيد ليه شعبية هنا من جمهور الزمالك. طبعا في جمهور الزمالك كان حاضر وكان بيطالب المدرب هيرفي رونار بإدخال اشراك ما فهمش انا لما يلعب مع الزمالك بيشتموه، لما يكون بالمغرب يطالبوا بيشرب ممكن يكون على اي كان ما اداش بشكل مميز مع نادي الزمالك في الحقيقه حتى الان، لكن هو لعيب كبير طبعا. اربع اشهر غير كافيه لتقييم يعني بس نعود لموضوعنا. المنتخب المغربي قلت انه كان اولا عامل الحراره المفرطه اللي كانت في الملعب
الحكم نسى تعليمات الكاف نظام البطولة، أنه من المفروض عليه أن يعمل على توقيفين في الشوط الأول والشوط الثاني، هو نسى الأمر ده، خلى اللاعبين يعني احنا كنا في المدرجات وعطشانين ومهلكانين بالحر، فما أدراك من اللاعبين على أرضية الملعب، ولاعبين كلهم يمارسون في أوروبا يعني طبعاً. الأجواء متعودين على الأجواء مختلفة متغيرة. فالأهم في هذه المباراة أو في البطولة بشكل عام هو النتيجة، أما الطريقة والأسلوب لا يهم ما دام النتيجة تكون إيجابية. وغالب الظن أنا أرى أن المنتخب المغربي والمنتخب المصري كذلك أدائهم سيتحسن مع مرور المباريات. طيب، هل أزمة حنظلة كان ليها أثر سلبي على المنتخب المغربي في البطولة أو في المباراة الأولى بالتحديد؟ وأسباب الأزمة أصلا كانت إيه يعني؟ أولا أسباب الأزمة هو المزاج السيء اللي عند اللاعب حمد الله عبد الرزاق حمد الله، من اللاعبين الكبار جدا. يعني مهارات كبيرة رغم تقدمه بالسن، هو عنده تقريبا 30 سنة من العمر، ولكن عنده شخصية غريبة جدا. يكفي أن أي صديق من أصدقائه يمر من أمامه دون إلقاء التحية يغضب ويزعل ويغادر المكان، يعني ما فيش، ولا يحب أي تدخل يعني طيب خاطره أو هذا يرفض تماما. اللي حدث في المغرب هناك روايتين، الرواية الرسمية تقول حسب بلاغ للاتحاد المغربي أن عبد الرزاق حمد الله أصيب على مستوى ظهره وغادر المعسكر، كان مستحيل أنه يستمر، وسيعود إلى طبيب المنتخب من أجل إجراء الإشعة وكذا. حسب الموعد المتفق معه مع الطبيب غاب حمد الله، لم يحضر. الرواية الثانية وهي غير رسمية ولكن هي الأقرب للحقيقة، أنه تشاجر مع فيصل فجر خلال المباراة الودية اللي لعبها المنتخب أمام غامبيا واللي انهزم فيها المنتخب المغربي، فسبب الشجار هو ضربة البينالتي، يعني ركلة الجزاء اللي كانت ممنوحة للمغرب، راح عبد الرزاق حمد الله كان يود أنه هو يسددها. فالمنتخب الوطني بتدار أموره أكيد. بشكل احترافي طبعا، فهناك لائحة من اللاعبين المؤهلين أو المرخصين بتسديد ضربة إما الركنيات إما كرة الثابتة. هناك مثلا القائد المهدي بن عطية، هناك حكيم زياش، وفي المركز الثالث فيصل فجر. ده أمور متفق عليه داخل المنتخب الوطني. عبد الرزاق لا يهمه ما يتفق عليه لان مزاجه هكذا، فاخذ الكره قال له فيصل فجر انا مسؤول عن فزعل. لما راحوا للوطيل وقع يعني شنآن شده يعني كذا، خد شنطته وراح البيت. هذا المشكل كاين. بالنسبه للشطر الثاني من السؤال، هل اثر غيابه؟ ما أظنش، لأن لأول مرة يعتمد عليه في مباراة ودية خلال الشوط الثاني من مباراة ودية، ولم يكن في يوم من الأيام حمد الله يعني أحد اللاعبين الركائز في الفريق، نادرا ما كان ينادى عليه، أولا لطباعه والشخصية الكثير من الأمور. فالمنتخب المغربي لم يكن يعتمد عليه في هذه البطولة، حاضر او لم يحضر ايربي رونار عنده لاعبين اللي بيعتمد عليهم ويثق فيهم وعنده خطه بتاعه، فلا اظن ان هناك تاثير، رغم ان المنتخب المغربي يحتاج الى قلب هجوم يعني فعال. وشفنا في المباراه الاخيره امام ناميبيا ان خط الهجوم كان بيشغل كثير، وكانت الكره تصل الى مربع العمليات، ولكن لما يكون هناك هداف بمعنى الكلمه يعني طبعا. اللي تمام. طيب، المباراه المقبله بالنسبه للمنتخب المغربي مع كوت ديفوار، مباراه صعبه وقويه جدا، منتخب الايفواري واضح ان هو منتخب قوي من خلال مباراته الاولى امام جنوب افريقيا وفاز وادى كمان اداء رائع جدا، شايف المباراه دي ازاي وخصوصا ان هي تعتبر مباراه التاهل بشكل رسمي لاحد المنتخبين؟ اولا نسجل ان المنتخب المغربي من خلال ما شاهدناه في الحصه التدريبيه امس الاثنين
في ملعب حرس الحدود. تمام. فالاجواء كانت رائعه جدا. كويس. اللاعبين تخلصوا من الضغوط الاولى اللي كانت معهم. اولا تعرفوا على الجو والطقس المصري. ثانيا تاكدوا ان الجمهور المغربي اللي خصمهم في المغرب بسبب حمد الله وبسبب سوء النتائج فانه تصالح معهم. الدليل انهم في الملعب بمجرد دخولهم لأرضية الملعب كان الجمهور كله قائم ويصفق عليهم ويشجعهم فالأمور كلها هذه كان لها تأثير مباشر على نفسية اللاعبين وكان واضح أن هناك ارتياح من النتيجة أولا كان هناك تأثير للخطاب اللي قاله رئيس الجامعة المغربية فوزي الرجاع مباشرة بعد المباراة الأولى وخلال حفل العشاء اللاعبين قال كلمة مهمة وكانت تحفيزية ومؤثرة في نفسية اللاعبين. بالنسبة لكوت ديفوار دائما كان فريق قوي لكن لا ننسى أن المنتخب المغربي حقق عليه الفوز في ميدانه في كوت ديفوار في آخر مباراة في تصفية كأس العالم. فكانت هناك سابقا عقدة من كوت ديفوار كان دائما إما يفوز عن المغرب أو يتعادل معه. اليوم في مباراتين متتاليتين المغرب استطاع انه يفوز ولا اعتقد ان من يكون عندك فريق فيه مثلا لاعبين عندهم خبره عالميه كالمعطي بن كالمهدي بن عطيه او حكيم زياش او مبارك بوصوفة او غيرهم من اللاعبين او المرابط فكلهم لاعبين اللي يمكن يغيروا النتيجه في اي وقت. ممكن انهم يقفوا امام اي فريق كما كانت القيمه ديالو وكما قال كيف مثل ما قال رئيس الاتحاد المغربي قبل حلول المنتخب المغربي هنا بالقاهره في حوار مع جريده الاتحاد الشراكي وتشرفت باجراء الحوار يعني قال بالمعنى الواضح نحن ذاهبون لمصر من اجل الظفر بكاس امم افريقيا. ولا يهمنا اي فريق كيفما كانت قيمته او تاريخه المهم هو نكون في حاله جيده يوم المباراه واكيد نسعى الى الظفر باللقب. والله احنا نتمنى لكم يا رب كل التوفيق توصلوا النهائي بس واحنا كذلك نتمنى لمصر. طيب عايز اسال احنا حنكون سعداء لو فاز المغرب او انهزمت مصر في النهائي اكيد طبعا في الاخر طبعا دولتين يعني عربتين كبار جدا واكيد في علاقات قويه جدا بين مصر وكل واحد بيحب بلده منتخب بلده طبيعي احنا بنحب مصر كثير والله العظيم اكيد ولكن المغرب يعني منتخبنا بلدنا والطبيعي زي ما مصر بلدنا بنحبها جدا وانا بقول كده لعلاء عزت زميلي الحبيب طبعا استاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير واكيد بيتفرج على الحلقه دلوقتي وكان معاك على التليفون صاحبي طبعا طيب المهم عايز اسالك وقال لي بالكلمه قال لي يا استاذ بلبوداني انت اليوم حتدخل التاريخ قلت له ليه؟ عشان دخلت قناه الاهلي قال لي ادخل قناه الاهلي طبعا هو ما كذبش في الامر ده انا دخلت التاريخ اليوم طبعا ربنا يخليك انت شرف لينا يعني نورتنا اكيد في قناه النادي الاهلي سؤال اخير بخصوص المنتخب المغربي وبخصوص هيرفي رينارد كلام كتير على انه هيترك تدريب المنتخب المغربي بعد البطوله هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ والله هو سؤال ما فيش جواب عنه تمام احنا سالنا هيربي رونار سالنا رئيس الاتحاد المغربي لكن ممكن يكون في معطيات ولكن في عالم الاحتراف كله ممكن تمام انت اليوم عندك لاعب مثلا في ريال مدريد ممكن والحاله ديال رونالدو مثلا كان نجم نجوم ريال مدريد راح يوفنتوس على طول راح لان يعني الاحتراف والسوق مفتوح للطلب والعرض هيربي رونار يعني حقق اشياء جميله مع المنتخب فعلا. المغربي اهله للمونديال يعني اعاد له الثقه في نفسه اعاد الجمهور يحب المنتخب المغربي ولكن في عالم الاحتراف يمكن ياتي اي عرض غدا من اي منتخب الاكيد هو انه لن يروح النادي معين مثلا في اوروبا او في الوطن العربي هو عينه دائما على منتخبات ويكون اسمها كبير تمام طيب حضرتك اتكلمت في مقاله في الجريده بتاعت حضرتك عن مصر ملخص هذه المقاله كان ايه الملخص هو طرحنا السؤال هل مباراه بكره او مباراه الغد هي مقاله هي معنا على الشاشه مباراه الغد هل هي انهي في انهي حته يا جماعه اي لا 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 في الصفحه الثانيه الصفحه الثانيه مش دي دي بتاع المغرب اخبار المغرب
ملخصها ايه بقى المقال؟ الملخص مصر تنتظر اليوم بوزات الثاني والهدف الاول لصلاح ان شاء الله. كنا كاعلاميين وكجمهور ننتظر هدف من صلاح من الاهداف الجميله اللي بيسجلها في الدوري الانجليزي، وسنتابع هذه المباراه بهذا الهدف، رغم ان المباراه لن تكون سهله بالنسبه لمنتخب مصر. فالفريق المنافس تعرض للهزيمه، واخر فرصه له يعني التطلع للمرور الادوار المقبله هي يحقق نتيجه امام نتيجه جيده من غير الهزيمه امام منتخب مصر. وانا في اعتقادي ان منتخب مصر اكيد ولو بصعوبه ستحقق الفوز الثاني وتتاهل ان شاء الله الدور الثاني. يا رب يا رب ان شاء الله مصر تفوز من خلال مباراه بكره وتتاهل بشكل رسمي باذن الله. طيب اقوى المنتخبات حتى الان من وجهه نظرك في البطوله مين؟ وقبل بدايه البطوله دائما وكلنا كاعلاميين كنا نرشح مصر بالدرجه الاولى للفوز بالبطوله، ومن بعدها المغرب والسنغال. المغرب والسنغال وحتى مجله ليكيب الفرنسيه الدائعه طبعا يعني السيت فعملت استطلاع للراي لدى الاعلاميين المختصين واعطوا لمصر المركز الاول والدرجه اقل او الدرجه الثانيه المغرب والسنغال. هاد الدراسه النتائج ديالها تتاكد مع المباريات. شاهدنا مصر ولو انها فاز بصعوبه هي والمغرب، ولكن قدمت عرض يوحي للمتتبع انه فريق قادم وفريق متكامل وفريق يملك اقوى يعني ما يمكن ان يملكه اي فريق اللي هو روح الحماس والرغبه بتحقيق الفوز. شفنا المدافع الدولي منتخب مصر حجازي احمد حجازي طبعا انفه يعني كسرت الدماء وكان متشبت ومتمسك انه لعيب راجل في الحقيقه دي روح الاهلي على فكره روح الاهلي. ما انا عشان كده بقى عايز اسالك زي ما حكى لي على عزت يعني دي روح الاهلي هو احد يعني ابناء طبعا كان نادي اسماعيل في الاول، لكن هو انتقل من النادي الاهلي للاحتراف في انجلترا وبتحديد نادي ويست بروميتش لو تشبع بروح الاهلي طبعا اكيد يعني. لكن بالتالي عايز اسالك عن النادي الاهلي بقى وسمعه النادي الاهلي في المغرب وشعبيه النادي الاهلي في المغرب بشكل عام ازاي؟ انا عارفها بصراحه بس الجمهور النادي الاهلي عايز يسمع بدون مجامله وبكل صدق يعني نادي الاهلي حبيب الملايين في المغرب حبيب الملايين فريق يشرف كل العرب، فريق بتاريخ كبير، فريق بمؤسسه يعني وهيكله تسيريه يعني من الطراز العالي الطراز الاحترافي الاوروبي. وانا في كل زياره لمصر اتشرف واسعد اني يعني ادخل النادي مقر النادي الاهلي دائما احضر هناك. النادي الاهلي اسماء لاعبيه تاريخيين معروفين عن ظهر قلب في المغرب، محمود الخطيب الله يطول عمره، ابو تريكه يعني عديد من اكرامي يعني كل لاعبين بركات عبد المتعب طبعا خطيب. بركات اللي بيخش بالقلب بسرعه والله كله يعني اللاعبين بيشرفوا ليس بمستوى مهاراتهم الفنيه فقط ولكن حتى اخلاقهم حتى كنموذج دائما في تقديم اللاعب متكامل رياضيا واخلاقيا وفنيا. فانا بتذكر يمكن في 2008 او 2009 كان الاهلي لاعب في كازابلانكا مع الوداد تمام، وكان الوداد لازم انه يفوز كانت يمكن بطوله عربيه ولا فابو تريكه سجل هدف ضد الوداد صح افتكرت الماتش ده. هذا لا يحدث في ميادين اخرى الجمهور 80 او 90 الف مغربي حضره وقفت بتصفى يعني في لان هذا يؤكد ان ابو تريكه باخلاقه بالروح الاهلاويه اللي عنده محبوب الملايين ابو تريكه الناس بتحبه. يعني اتمنى الاهلي انه يستعيد القوه المعروفه عليها لان في هذه السنه ما كانش قد يعني ما كانش بقدر الطموح او ما كنا لا ما تقلقش على الاهلي قريب قوي هيستعيد هبته الكبيره المعروفه عنها. كنا على فكره كنا نتمنى وليد ازارو يكون في المنتخب المغربي لماذا؟ لانه زائد مهارات اللي عنده والاندفاع اللي عنده تشبع من روح الاهلي احنا بالفرنساوي نقول لاغاج دو بانك يعني
تحقيق النصر، الرغبة المتوحشة لتحقيق النصر، الجرينتا يعني. للأسف ما كانش حاضر لأنه كان مصاب هذا السنة. إن شاء الله يكون حاضر، لأن وليد أظهر من اللاعبين المميزين سريعا. أكبر لاعبين اللي افتخر بهم. آخر سؤال خالص، مصير مباراة الوداد والترجي هيكون إيه؟ والله الملف اليوم تنظر المحكمة الدولية العليا الرياضية الطاس، الوداد متشبث بحقه يعني. تمام. لأن كثير من الأمور كانت خارجة عن نطاق القانون. أولاً الفار لم يكن، كلها أمور عارفينها، لكن هل التمسك موجود طبعاً من قبل الوداد والترجي؟ الوداد لم ترضى بالحكم اللي أصدرته لجنة الطوارئ في الكاف، اللي هو إعادة المباراة. يرغب في البطولة من البطولة طبعاً المباراة. لأن من حقه. طيب يعني اكيد نتمنى كل التوفيق لكل الاشقاء في الدول العربيه طبعا المجاوره لمصر وفي شمال افريقيا بالتحديد. يا استاذ عبد العزيز نورتنا وشرفتنا، وانا بشكرك شكرا جزيلا على يعني تواجدك معنا النهارده، اسعدتنا جدا. والله انا اشكركم لان اتحتوا لي فرصه اكون في مقر قناه نادي القرن من اكبر الانديه، وانا سعيد جدا. وفعلا انا دخلت التاريخ اليوم زي ما قال على عزت، وشكرا جزيلا. اتمنى ما اكونش ثقيل. لا طبعا يا حضرتك نورتنا وشرفتنا، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا وفكرتنا الحواريه في برنامج كلام في الميديا النهارده مع الاستاذ عبد العزيز بولبودالي الناقد الرياضي المغربي، واكيد كانت فقره مهمه ومميزه جدا اتكلمنا فيها في العديد والعديد من الامور. دي كانت حلقه كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.